أشغال حوار جيليون العاشر لحقوق الإنسان تنطلق بمدينة مراكش بمشاركة ممثل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة وفاعلين في المجتمع المدني من 34 بلداً. وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وبعد أن أكد على التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان كخيار وطني استراتيجي ثابت، نوه بأهمية احتضان مراكش لهذا الحدث الحقوقي الهام. وهذا نقاش داخل مجلس حقوق الإنسان، والذي ينتقل الآن إلى المغرب لمناقشته، وسننتقل إلى دولة أخرى لإتمام هذه المناقشة، ولكن أهميته هو أنه يناقش هذا الموضوع ذات الحساسية الكبرى على أرض المغرب وعلى أرض مراكش، وهذا يؤكد على دور المغرب الذي ترأسه مجلس حقوق الإنسان، ويؤكد ذلك على مساهمة المغرب في جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. لأول مرة تعقد هذه النسخة في مراكش، وفي دولة من الجنوب، ما نسميه بدول سود جلوبال، وهذا عنده واحد بالنسبة لنا معنى مهم جدا، لأننا نعتبر دائما كمدافعين عن حقوق الإنسان بأن دول الجنوب يتم ونقول التقليل من مساهمتها والتقليل من مبادرتها والتقليل من ما يمكن أن تقدمه كأفكار وكاقتراحات لإعمال و تفعيل منظومة حقوق الإنسان الدولية. الحدث الذي يستمر على مدى يومين كان مناسبة أكد فيها الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان عمر زنيبر انخراط المغرب الدائم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي. تنظيم هذا اللقاء الدولي هنا في مدينة مراكش اليوم حول دور ديال المؤسسات الوطنية صاهرة على تنسيق في سياسة حقوق الإنسان له دلالات كثيرة. أولا، هو عبارة على أن امتداد العمل المملكة المغربية في حقل حقوق الإنسان، لأنه خلق هذه الشبكة ديال الآلية الوطنية نبع هنا في مدينة مراكش منذ سنتين. ويشكل هذا الحدث الدولي المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع منظمة مجموعة الحقوق العالمية فضاء غير رسمي ومحايد لتبادل الآراء وبلورة أفكار جديدة ومبتكرة.